في الطبيعة أسرار كثيرة، علم كبير يحتاج منا البحث العميق. هناك من سخر حياته لهذا. بحث وفهم وتعمق بأدق التفاصيل، والهدف واضح وصريح: علم أكثر وفائدة للناس وشفاء لكل سقيم. مع الباحث وخبير الأعشاب حسن خليفة. هي الصبار، الصبار معروف في الوطن العربي، إفريقيا، دول العالم، الدول الغربية، هم اهتموا فيه أكثر منا، مع أنه إحنا الأصل في استخداماته والعلاجات منه. الحساسية أيضا الصبار مفيد جدا للبشرة، تكون حساسة. طبعا مش كل البشرة واحد، في عنا بشرة حساسة وبشرة طبعا ما بتكون حساسة، فبالتالي الصبار مع العسل، ملعقة من الصبار أيضا ملعقة من العسل، نخلطهم بشكل جيد، نضعهم على البشرة هذه إن شاء الله إنها مفيدة. أيضا تبخير بمنقوع البابونج، ذكرته الأسبوع الماضي، التبخير بمنقوع البابونج أو تعمل كماد من البابونج، هذا إن شاء الله إنه رايح يفيدك أستاذي الكريم. أما للنساء اللي بدها تبيض تحت العيون وعندها حساسية، اللي تأخذ ملعقة من النشا أو 4 حبات من اللوز المطحون، تطحنهم بشكل جيد مثل البودرة، تضعهم مع العسل ومع ماء الورد، القليل من ماء الورد، تخلطهم بشكل جيد، تضعها تحت العيون، هذا مفيد جدا. أيضا زيت جنين القمح مفيد جدا لهذه المشاكل. طبعا داخليا الصبار بفيد قرحة المعدة، وأيضا مفيد جدا للأمعاء، وأيضا مفيد جدا بيحكوا عليه بالبحوث الحديثة أنه بفيد أيضا أمراض السرطان. إن شاء الله أنه هذا يثبت الكلام بعد التجارب، ويطلع لنا أنه هذه النبتة اللي هي مشهورة عندنا في الوطن العربي أنه يكون فيها هذا الخير، تشفينا الكثير من الناس. طبعا الصبار مفيد جدا لحب الشباب، أيضا للبثور، أيضا لتوحيد لون البشرة، أيضا للسواد اللي تحت الإبط، أيضا للنساء حتى لتنظيف الركب، تنظيف تحت الإبط، هذه خلاصة الصبار. وعشان هيك احنا اهتمينا، لاحظوا انه اكثر منتجاتنا بيدخل فيها الصبار والكثير من الزيوت المفيدة، لكن احنا دائما بنحب انه الصبار الأوليفيرا يكون دائما هو للشعر، ايضا زيته منبت جدا للشعر مفيد. لكن المشكلة اذا كانت هذه الزيوت طبيعية، اذا كان الزيت هو زيت الصبار الطبيعي، ما تخاف راح ينبت الشعر باذن الله. حتى اللي بتساقط للنساء هذا مفيد جدا، بنخلطه مع زيوت اخرى. ايضا هو مفيد لأمراض البهاق وأمراض الصدفية، سبحان الله في هذا الصبار. أيضا هو مفيد لقرحة الأسنان، أيضا لمشاكل اللثة، أيضا لمشاكل الحلق، مراره جدا عالي لكن نتحمله، هو إن شاء الله مفيد. الصبار أو منقوع صبار أو مستخلص الصبار مفيد جدا لما بين الأصابع، التشققات اللي ما بين أصابع الرجلين، هذا إن شاء الله مفيد. أيضا مفيد جدا للتشققات اللي هي بتكون ما بعد الولادة أو ما بعد السمنة، اللي هي الخطوط البيضة بتطلع على الجسم، اللي هو إحنا حطينا لكم منه اللي هو خل الصبار، هذا إن شاء الله مفيد. لكن رح نكمل على الصبار لكن بعد هذا الاتصال. طبعا نتكلم إحنا عن الصبار إنه هو أيضا مفيد جدا، بخفض السكر. الصبار من مخفضات السكر الطبيعية. في صبرة مرة أيضا بطلعوها، اللي هي صبرة مرة لونها سوداء، أنا دائما بنصح إنه ناخذ قدر حبة منها، من قطعة منها بقدر حبة العدس، هذه يوميا نستمر عليها، لكن ما نزيد من استخدامها من مدة لمدة 3 أسابيع إن شاء الله. هذه أيضا من مخفضات السكر الطبيعية، أيضا هذه مفيدة جدا للي بيكون الدورة الدموية ما بتوصل للأنسجة وبيكون عندهم برودة بالأصابع.